بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان ورضاهر الدهور امين. وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي. هناك سؤال ساله سليمان الحكيم قبل أن يولد المسيح بأكثر من 1000 سنة، وورد في سفر الأمثال أصحاح 30 عدد 4. قال فيه: من صعد إلى السماوات ونزل؟ أجاب رب المجد عن هذا السؤال في حديثه الشيق مع نيقوديموس معلم الناموس في إنجيل يوحنا أصحاح 3 عدد 13، عندما قال: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وبهذا نستطيع أن نعرف أن صعود السيد المسيح له المجد لم يكن مسبوق المثيل، لا من قبله ولا من بعده، فلم يصعد إلى السماء أي إلى حضن الآب إلا ذاك الذي قال عن نفسه: خرجت من الآب وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. إن عيد الصعود هو العيد رقم 13 في أعياد الكنيسة السيدية الكبيرة منها والصغيرة، لأن العيد رقم 14 هو عيد حلول الروح القدس على التلاميذ. وبهذا تكتمل أعياد رب المجد السبعة الكبرى والسبعة الصغرى. مما يلاحظ في طقس الكنيسة أن الشمامسة يطوفون حول الكنيسة، حول صحن الكنيسة في أيام القيامة، وهم ينشدون ترنيمة إخريستوس أنستي إكنكرون. أما في العشرة أيام التي في الخمسين المقدسة ابتداء من يوم خميس الصعود حتى يوم أحد البنتيكوستي، فهم يطوفون في داخل الهيكل فقط، ذلك لكي يعبروا بهذا الطقس على أن السيد المسيح بعد الصعود قد دخل إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. ولربما يستثنى من هذا طواف الشمامسة يوم أحد البنتيكوستي حد العنصرة، يطوفون في صلاة باكر حول الكنيسة، وذلك عملا بالتعهد الذي يقوله كل الشعب: أمين أمين بموتك يا رب نبشر، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف. أما كلمة جلس عن يمين أبيه، رغم أن الكتاب المقدس ذكرها سواء في العهد القديم في مزمور 109 قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. وقد أظهر رب المجد أن هذا المزمور مزموره، فقد قيل عنه ولذا قيل منه في إنجيل متى أصحاح 22. وتبين لنا أيضا من قول إستفانوس: إني أرى السماوات مفتوحة ويسوع قائما عن يمين الله. فكلمة اجلس هنا كما تعني عند البعض إن الرحمن على العرش قد استوى، لا تعني مطلقا تحديد
جهات معينة يميناً كان أم يساراً، ولكنها تعني أنه بعد هذه الفترة المسيح المخلص صار ملكاً وصار أيضاً مالكاً. لذلك كرر هذا الكلام في إنجيل معلمنا متى أصحاح 25 عندما قال: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه يجلس على كرسيه، يجتمع أمامه كل الشعوب، ثم يقول الملك. ابن الإنسان قيل عنه إن هو الملك: تعالوا إلي يا ثم يجمع الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. يبقى ابن الإنسان نمرة 2 ملك، نمرة 3 راعي. ثم يقول للملك للذين عن اليمين: تعالوا إلي يا مباركي أبي. يبقى نمرة 4 هو أيضا ابن الله الآب. يبقى هنا رغم إن هو قيل إن هو جلس عن يمين الله، استخدم كلمة اليمين أيضا في الدينونة أصحاب الميمنة وأصحاب الميسرة. فأصحاب الميمنة يقال لهم: تعالوا لي يا مباركي أبي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني ودلهم 6 حاجات: جعت، عطشت، كنت عريانا، كنت غريبا، كنت مسجونا، كنت مريضا. ادى 6 حاجات. ويقول للذين عن اليسار، ده بيورينا ان الذين عن اليمين خراف، الذين عن اليسار جداء. ربما استخدم كلمة الخراف والجداء للتعبير عن الأبرار وعن الأشرار، لأن في لوقا 15 الابن الأكبر لما اعترض على وجود أخوه جوه البيت قال له: دبحت العجل لهذا الأخ وجديا لم تعطني لكي أفرح مع أصدقائي. سمعت تفسيرا جميلا لهذا الأمر قيل فيه إن الخروف يعبر عن الأبرار لأنه يخفي ويغطي عورته، أما الجدي أو الماعز فلا يفعل هكذا. لذا عبر عن هؤلاء بالأبرار وعن أولئك بالأشرار. يبقى كلمة جلس مش بمعناها الحرفي، وإلا كنا نفهم كلمة إن الرحمن على العرش استوى، وكلمة عن اليمين مش بالمعنى الحرفي، وإلا كنا نفهم كلمة أصحاب الميمنة وأصحاب الميسرة بالمعنى الحرفي. هنا لما سليمان الحكيم سأل السؤال وقال: من صعد إلى السماوات ونزل؟ بقي هذا السؤال معلقا بلا إجابة حتى أجاب عنه المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 3 عدد 13، والسؤال كان في أمثال 30 عدد 4: لم يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء. عشان كده كل الصعود تم قبل صعود المسيح، وكأن المسيح بصعوده قد ختم على هذا الصعود. فيا ترى هل هناك أنواع للصعود؟ هناك من أصعد بالروح والجسد، وهناك من أصعد بالروح دون الجسد، والنوع الثالث هناك من أصعد بالروح ثم أصعد له ومن بعده الجسد. الصعود الأولاني اللي هو صعود بالروح والجسد تم الاثنين من رجال العهد القديم، والاثنين دول يعتبروا من أبر الأبرار. أولهم كان القديس أخنوخ البار في تكوين 5،
عدد 21 لعدد 24 بيقول الكتاب المقدس: وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. الإنسان التاني اللي صعد في العهد القديم روحا وجسدا كان هو القديس إيليا النبي، وقصته مذكورة في سفر الملوك الثاني أصحاح 2 من عدد 1 لعدد 12. نقرأ ونقتطف آخر جزئية من هذه القصة. يقول فيها كاتب سفر الملوك: وفيما هما يسيران ويتكلمان، هما يبقى مثنى، المقصود إيليا النبي وتلميذه إليشع، وإذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء، وكان إليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها، ولم يره بعد. عشان كده الكتاب المقدس أطلق على هذين الجبارين العظيمين أخنوخ وإيليا مسمى الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام الله. في سفر الرؤيا صح 11 من عدد 3 لعدد 12 الكتاب المقدس هنا بيورينا ان هذين الشخصين منهم من سبق المسيح بحوالي 3000 سنة، ومنهم من سبق المسيح بحوالي 700-800 سنة، لكن الاتنين دول موجودين باقيان حيين لأداء شهادة مهمة جدا ومعينة لا يستطيع غيرهما أن يقدمها قبل مجيء المسيح الثاني في مواجهة أنتي كريست اللي هو ضد السيد المسيح، ودي مذكورة في رؤيا 11 من 3-12. في عبرانيين 9 عدد 27 بيقول: وضع لجميع الناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هذان الرجلان لم يستثنيا من قضية الموت، ورغم أنهما فلتا من مخالبه والآن يعيشان في كورة الأحياء، لأن جميع الذين يحيون في هذا العالم أحياء عند ربهم يعيشون ويتحركون، إلا أنهما سيأتيان لكي يدفع ضريبة الموت مثلهما مثل أي كائن آخر. رأينا إيليا النبي في حادثة التجلي، رأينا إيليا النبي في حادثة التجلي، وظهر إيليا مع موسى في حادثة التجلي. وعلى فكرة إيليا ما كانش بيظهر مفرد أبدا، كان لازم يكون مثنى، يعني يا إيليا وإليشع، يا إيليا وموسى، يا إيليا وأخنوخ، لكن إيليا لوحده لا، ما شفناش إيليا بيأدي دور لوحده إلا عندما كان يحيى على الأرض مواجها آخاب الملك والمرأة الشريرة إيزابل. في متى 17 من عدد 10-13 لما كان رب المجد موجود فوق جبل التجلي وهو نازل من فوق، فالتلاميذ اتأكدوا ان هو ده المسيح، قالوا له: طب ده ملاخي النبي في أصحاح 3 من 1-3 بيقول
ان قبل مجيئك مفروض ايليا يجي، ما جاش ليه ايليا لحد دلوقتي؟ قال لهم الحق اقول لكم ان ايليا قد جاء وفعلوا به كل ما ارادوا، فظنوا وعرفوا وتاكدوا وفهموا انه يقول عن يوحنا. في متى 27 عدد 46 لما كان رب المجد بينادي ويقول ايلي ايلي لما شبقتني. طب ده انا بكلمكم بالعبري، امال لو كلمتكم بالارامي تفهموها ازاي؟ امال لو قلتها باي لغة اخرى كنتوا تبقوا معذورين. فظنوا انه ينادي الي، مرقس 15 عدد 35. اخنوخ كان هو السابع لآدم كما قال القديس يهوذا في رسالته عدد 14، لكن أخنوخ السابع دو يعتبر ختام كميل الأجيال بالنسبة لآدم. صعد هذا الرجل منتظرا مجيئا ثانيا له لكي يؤدي رسالته، ومن ثم تختتم حياته بكلمة مات كما اختتمت حياة 12 مليار بشري من يوم أن خلق الله آدم حتى اليوم. النوع الثالث الناس اللي صعدوا بالروح وسابوا لنا الجسد وبعدين رجعوا له مرة تانية، نوع من أنواع الاختطاف. بولس الرسول في كورنثوس الثانية أصح 12 من 1-7، الكتاب المقدس يقول عن بولس الرسول: لئلا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. وقال إنه هو ذهب إلى السماء الثالثة ورأى ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن. وموضوع السماء الثالثة تكلمنا عنه في الحلقة 23 والحلقة 24 من هذا المسلسل. الشخص الثاني اللي أتيح ليه معراج إلى السماء أو رحلة ما بين الأرض والسماء ومكس في السماء ردحا من الزمن لا نعلم مداه، وأخيرا عاد إلينا لكي يكتب لنا سفر الرؤيا، هو الأبوغلامسيسي القديس يوحنا الحبيب. وعشان كده قال لنا في الأصحاح الأول من سفر الرؤيا من 21: قال كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورأيت وقال لي وقلت. يعني كان في حركة وكان في حوار دار في السماء ما بين واحد من عالم البشر وما بين السمائيين بقيادة رب المسيح رب المجد يسوع، اللي قيل عنه ان هو شبه انسان، فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا: لا تخف، انا هو الاول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. اللي يقول كنت ميتا ده حد تاني غير المسيح، اللي بالموت أمات الموت واللي ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة الثالثة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة. مين ده اللي يقول ان انا كنت ميتا؟ اللي بنقول له: يا من اسلم الروح في يدي الاب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة. فطبعا ده الشخصية التانية. يبقى اتنين صعدوا بالروح والجسد. قديس ايليا لما جه في التجلي كان بالروح والجسد، كان معاه موسى النبي كان بالروح من غير الجسد،
لأن موسى ترك لنا جسدا بلا مقبرة، والمسيح ترك لنا قبرا بلا جسد. يبقى الاتنين ظهروا في التجلي، لكن موسى كان روح بس من غير جسد، إيليا كان الهيومن بين كاملة روحا وجسدا. وفي اتنين صعدوا بالروح وسابوا الجسد في الأمانات هنا، وبعد كده رجعوا استردوه مرة تانية. استردوا القديس بولس لكي يسفك ما فيه من دم على اسم المسيح على يد نيرون سنة 62، واسترده القديس يوحنا لكي يوضع في برميل زيت مغلي حتى يموت داخل هذا الزيت ولم يؤثر فيه. وظل فيه القديس يوحنا حتى الشيخوخة، فكانوا يحملونه على الأعناق لكي يقول للناس كلمة واحدة: حبوا بعضكم بعض. النوع الثالث اللي فيه صعد بالروح وبعدين الجسد حصل الروح أو لحق بالروح، مفيش غير العذراء القديسة مريم، مفيش غير العذراء القديسة مريم. جسد المسيح اللي خده من العذراء لم يرى فسادا، وده طبعا مذكور في مزمور 16 عدد 10، وقاله القديس بطرس في أعمال 2 عدد 27 ل 31، وقاله القديس بولس في مجمع أنطاكيا في أعمال 13 عدد 25. لذلك الجسد الوحيد الذي لم يرى فسادا أكرم جسد أمه العذراء القديسة مريم حتى أيضا لا ترى فسادا. وعشان كده احنا بنعيد يوم 16 مسرة من كل سنة بظهور معجزة صعود جسد العذراء القديسة مريم، لأن الرائي الوحيد لهذه المعجزة لم يكن إلا القديس توما وحده، فأراد أن يجعل مع عيني رؤيته أكثر من عين آخر للرؤية. معروف أن العذراء تنيحت في يوم 21 طوبة، لكن طبعا اكتشاف صعود هذا الجسد، وحتى لا يخمن البعض أن يدا عابثة قد امتدت لهذا الجسد كي تسرقه. ولقد ظنت مريم المجدلية من قبل أن المسيح جثة يمكن لبستاني أن يعتدي عليها وأن ينقلها من موضعها وأن يأخذها إلى مكان آخر، كما جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 20. عشان كده أين هو جسد العذراء مريم؟ الإجابة اللي ممكن تكون صح مش موجود على الأرض، لكن ربنا احتفظ بيه فين؟ احتفظ بيه في مكان هو يعلمه، منتظرا تلك اللحظة التي قيل عنها يقوم الأموات عديمي فساد، كورنثوس الأولى 15 عدد 42 و50 51 عدد 52، مع روميا 8 21 وغلاطيا 6 8 وأفسس 4 22. منتظرا تلك اللحظة التي فيها سيقام كل الأموات عديمي فساد، في هذه اللحظة سوف تتحد روح العذراء الطهور مع جسد العذراء المبارك، وحينئذ بدلا من أن تظهر العذراء على قباب الزيتون وفي كنيسة بابا دوبلو وفي كنيسة ماري مرقس بأسيوط وفي كنيسة الوراق، كنيسة العذراء في الوراق، بدلا أن تظهر لنا روحا منيرا
طاهرا بجسد نوراني سنرى العذراء بالجسد الذي فيه حمل المسيح والذي هو أرضع المسيح والذي تحمل المسيح والذي حمل المسيح داخل البطن وخارج البطن على الكتف وعلى الأذرع وعلى الركبتين حملتك كمسكين وركب البتول عظمتك. يبقى هنا لما بنقول صعود، لم يصعد إلى السماء بالطريقة اللي صعد بها المسيح، مفيش حد أبدا، لأن المسيح لما صعد إلى السماء رجع إلى حيث كان أولا كما قال في يوحنا 6 عدد 60، عاد إلى حيث كان أولا. أين كان أولا؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، هو خبر كان في حضن الآب، لكن دول صعدوا إلى السماء مش إلى حضن الآب. صعد أخنوخ وإليا، وصعد بولس ويوحنا ثم عاد، رحلة مؤقتة وتنتهي بإعلان الخبر ويعودوا لنا مرة تانية، وأخيرا صعدت العذراء روحا ثم لحق به، لحق بالروح جسدها، وهذا تتميما لما قاله الكتاب المقدس في مزمور 34 قم يا رب إلى راحتك أنت وتبوت هيكل قدسك. لقد قام الرب إلى راحته هو وتبوت قدسه، وتبوت القدس هو التبوت اللحمي العذراء القديسة مريم. يبقى إذا لما نتكلم عن صعود المسيح، صعود المسيح سبقه صعود إليا، سبقه صعود أخنوخ، سبقه صعود بولا، سبقه ولحق به صعود بولس وصعود يوحنا روحا لجسدا، واخيرا اختتم بصعود العذراء مريم التي تنيحت في 21 طوبة، واخيرا استقر جسدها الطاهر في يوم 16 مصر. ظهرت لنا هذه العجوبة ورأينا هذه المعجزة. الى حديث اخر نتكلم فيه عن كلمة صعد إلى السماوات، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. أيوة نها حبيبي كنيسة، أجي فين يا ماما؟ طب بعد ساعة، طب بعد ساعة نجي، بعد باي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان والى دهر الدهور امين. صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه. صعود السيد المسيح الى السماوات عمل أضيف إلينا، وليس لأنه قد أتم مهمته واستراح من أتعابه وأخيرا ارتضى بأن يعود من حيث جاء.
ولكن صعود السيد المسيح إلى السماء كان له دور يقضيه معنا. إحنا جاوبنا عن أسئلة كتيرة قبل كده، الأسئلة اللي كانت بتقول متى، أين، كيف صعد المسيح إلى السماء، واتكلمنا عن كل هذه الأسئلة في حلقات سابقة. بقي لنا أن نجيب عن سؤال: لماذا؟ لماذا صعد المسيح إلى السماء؟ وماذا لو لم يصعد المسيح إلى السماء؟ إذن موضوع حلقة اليوم عن ماذا ولماذا؟ ماذا لو لم يصعد ولماذا صعد؟ هنحط قدامنا 5 موضوعات. أول موضوع: لو لم يصعد المسيح إلى السماء، لما صعدت عيوننا، قلوبنا، أفكارنا إلى السماء؟ معلمنا بولس الرسول بيقول عن المسيح إنه أقامنا معه، وبعد كده يقول عن المسيح أيضا إنه هو أجلسنا معه في السماويات في أفسس 2:5 وفي أفسس 2:6. يبقى أقامنا معه يبقى معنى كده ان احنا كنا ميتين معه ثم اقامنا معه، وبعد كده اجلسنا معه في السماويات، يبقى معنى كده اصعدت بكورتي الى السماء. في الاصحاح الاول من سفر اعمال الرسل عدد 9 لعدد 11 بيقول عن رب المجد ان هو ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن عيونهم وفيما كانوا يشخصون إلى السماء. يبقى إذن العيون كانت بصة ناحية المسيح اللي صعد للسماء. يبقى لو لم يصعد المسيح ما كانت العيون قد ارتفعت شاخصة نحو السماء. عشان كده الملائكة قالوا للآباء الرسل: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء. يبقى أول حاجة لما المسيح ارتفع خد عيوننا معاه. المسيح ارتفع خد عيوننا معاه. ده مش كده وبس، ده خد قلوبنا. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوسي أصحاح 3:1 بيقول: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. أدي كلمة جالس عن يمين الآب. يبقى إذن برضو مش خد عيوننا، ده كمان خد قلوبنا. لما كان آباء العهد القديم يتغنون كانوا يقولون: عيوننا إلى أورشليم، لأن في أورشليم يوجد الهيكل، وفي الهيكل يوجد قدس الأقداس، وفي قدس الأقداس يوجد التابوت. فالقلوب والعيون كانت شاخصة أو كانتا شاخصتين نحو أورشليم. إحنا ربنا صعد فأصعد العيون وأصعد القلوب أيضا إلى السماء، وأصعد أيضا أفكارنا. معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيليبي أصحاح 3:23 بيقول إيه عن السماوات التي ننتظر منها مخلصا هو الرب يسوع المسيح. فبيقول: إن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع. عشان كده الإنسان الروحي بيعتبر نفسه إنه هو إنسان سماوي يتغرب في الأرض. تبدأ رحلته من السماء وتختتم رحلته في السماء مرورا بالأرض. في عبرانيين 11:39
بيقول إن آبائنا القديسين رأوا المواعيد من بعيد فنظروها وحيوها وأقروا أنهم غرباء ونزلاء على الأرض. كاهن بيسأل الشعب في أثناء القداس الإلهي السؤال الوحيد اللي موجود في كل القداس، السؤال الوحيد اللي موجود في القداس من أوله لآخره: أين هي قلوبكم؟ مفيش سؤال لا قبل كده ولا بعد كده. فالشعب كله يجيب ويقول هي عند الرب. ليه؟ لأن في أمثال 3 عدد 23 بيقول: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. في أمثال 23 عدد 26 بيقول: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. في متى 22 عدد 37 رب المجد بيقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك. ليه المسيح قال لنا اذكروا امرأة لوط لما كان بيعلم في غمرة تلامة؟ امرأة لوط في تستكوين 19 عدد 26 صارت عمودا من ملح. هنا تأمل جميل قاله الآباء: لقد خرجت امرأة لوط من قلب سادوم وعمورة، ولكن لم تخرج سادوم وعمورة من قلب امرأة لوط. عشان كده أول حاجة خدناها بالصعود إن المسيح وهو صاعد خد العين والقلب والفكر في إيديه، خدهم معاه. عشان كده وجوده في السماء خلت أفكارنا تسبح في جو سماوي وقلوبنا تعيش في هذا الجو السمائي، وأيضا عيوننا ترنو إلى السماء. حاجة تانية: لو لم يصعد المسيح لما دخل كسابق إلى الأقداس من أجلنا؟ كلمة أصعدت باكورة إلى السماء معناها إيه؟ أصعدت باكورة إلى السماء يعني هو دلوقتي واخد معاه طبيعتنا البشرية. في عبرانيين أصح 6 عدد 9 معلمنا بولس الرسول بيقول: دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. عشان كده المزمور اللي كان بيقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك، هو نفس المزمور اللي في عدد 4 قال: أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. نفس المزمور اللي قال كده هو المزمور اللي قال كده. يعني جت الموضوعين: الجلوس عن يمين الله الآب، جلوس الابن عن يمين الآب، وأيضا أن الابن صائرا رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. يبقى هنا معلمنا بولس الرسول اتكلم على أن المسيح دخل كسابق إلى الأقداس من أجلنا. وفي عبرانيين 10:19 بيقول: أصبح لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا رسمه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. ما معنى أن احنا دلوقتي أجلسنا معه؟ وما معنى أنه هو دخل كسابق من أجلنا وكسابق للأقداس؟ في مثال جميل يوضح لينا هذه الكلمة الجبارة. لو أنت ماشي
وبعدين شفت حديقة جميلة فيها مناظر بارعة مليانة من الزهور والورود والثمار والفاكهة والأشجار، لكن أنت مش قادر تدخل جوه الحديقة لأن سورا شائكا يمنع من الدخول، بس فيه فتحة صغيرة تقدر تدخل فيها راسك. فرحت دخلت راسك من السور عن طريق الفتحة، وبعد كده دخلت راسك جوه الحديقة لكن الجسم موجود بره، وشفت المناظر الجميلة. تلاقي الرجل عمالة ترقص طربا، والإيد عمالة تصفق، والقلب بيبتهج. أنا بسأل الرجل بقول لها أنت بترقص ليه وأنت دخلتي، وبسأل اليد أنت بتسقف ليه وأنت لسه دخلت. أنا ما دخلتش بس الرأس دخلت. وطالما أن الرأس جوه الحديقة يبقى الجسم يبتهج بما تراه الرأس. كمان الكنيسة لسه ما دخلتش إلى الملكوت اللي بيشوفوها بأن القديسين بعد الانتقال وفي الحياة الآخرة، ان هم بيشوفوا الفردوس. اذا كان الفردوس بالنسبة للأرض قيل عنه ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، المسافة اللي بين الملكوت والفردوس قد تكون مثل المسافة اللي بين الفردوس والعالم أو الأرض، أو قد تتعاظم أكثر وأكثر. يبقى إذا كان الفردوس ما لم تره عين، يبقى الملكوت ما لم تره أي عين حتى أعين الملائكة، لأن الكتاب قال عنه هو ذا مسكن الله مع الناس في عبرانيين 4:11 بيقول أن الذي دخل راحته استراح من أعماله، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في العصيان. حاجة ثالثة، لو لم يصعد المسيح لما أدى عمله الشفاعي الكفاري من أجلنا؟ لما احنا نقول ان المسيح شفيع، ده مش معنى كده ان نزل بقى زيه زي القديسين. ولما نقول عن القديسين ان ليهم شفاعة، مش معنى كده ان هم طلعوا بقوا زيهم زي المسيح. هناك شفاعة الدم وهناك شفاعة الفم. شفاعة الدم مفيش دم يقدر يمحو الخطايا إلا دم المسيح، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. دم الشهيد يدوبك ممكن يفيد الشهيد وممكن يكون بركة لغيره، لكن لا يمحو خطايا حد تاني غير خطايا صاحب الدم. أما دم المسيح ما كانش صاحب الدم محتاج لحاجة، ما كانش صاحب الدم محتاج لهذا الدم، لكن كان إحنا اللي محتاجين لدم السيد المسيح له المجد. في عبرانيين 9:23-26 بيقول إيه؟ لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة، بل إلى السماء عينها. يعني مش زيه زي رئيس الكهنة السابق اللي كان يجيب شوية دم بتوع تيس أو بتوع عجل أو خروف أو بتوع شاه ويدخل بيها يرشها فوق غطاء التابوت. سيد المسيح لما خد الدم ودخل إلى قدس الأقداس الحقيقي، مش الصورة، دخل للأوريجينال للأصل، دخل بدم نفسه ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر،
فإذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم. كان المفروض أن كل واحد يعمل خطية المسيح يتصلب من أجله، كان المفروض أن كل بلد تعمل خطية المسيح يقدم صليب من أجلها. فراح المسيح مقدم صليب عام عن كل الناس، لكنه الآن أظهر مرة عند القضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. عشان كده لما جه في المجيء الأول ما جاش يدين خاطي، وقال لواحدة وقعت في أبشع الخطايا وفي ذات الفعل: ولا أنا أدينك. وقال: أنا لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. يبقى في المجيء الأول ما دانش خاطي، لكن دان الخطية في الجسد. ففي المجيء الثاني الخطية خلاص أدينت وحسمت وقضي عليها. يبقى الخاطي اللي يلتجي لخطية ميتة مفعولها ميت بالشكل ده يستحق الإدانة. في عبرانيين 9 عدد 11 بيقول إيه؟ يقول: ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. عشان كده لما بنقول إن المسيح شفيع، بهذا المعنى، لا شفيع غيره. ده الشفيع اللي قال عنه إشعياء النبي أنه غفر خطايا الكثيرين وشفع في المذنبين، واللي قال عنه في أصح 59 عدد 16: نظر الرب أنه ليس شفيع تحير من أنه ليس إنسان فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده، فلبس البر كدرع واكتسب الغيرة كردة. في رسالة معلمنا يوحنا الأولى أصح 2 عدد 1 بيقول: يوجد وسيط واحد، شفيع واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. في يوحنا الأولى 2 عدد 1 بيقول: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله يسوع المسيح. مفيش غيره. يبقى ما اقدرش اقول لما اقول عن المسيح ان هو الشفيع ان انا نزلته بقى زي القديسين، ولما اقول عن القديسين ان هم شفعاء يبقى صيرتهم قد المسيح وزيه. دي غير ده، دي شفاعة ودي شفاعة. في عبرانيين 7 عدد 28 بيقول: المسيح بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للذين ينتظرونه. سيظهر بلا خطية للذين ينتظرونه. لما خرج المسيح من حضن الآب في طريقه إلى عالم البشر كان يحمل كل عيوب البشر التي سبقته والذين أيضا سيأتون بعده. عشان كده كان السيد المسيح جاي حامل خطايا الناس وحامل عيوب الناس، لكن بعد كده في المجيء الثاني كل هذه الخطايا دفع عنها ثمن كفاري، إلا التي لم تكن لها توبة، كقول القديس يوحنا الدرجي: ليست هناك خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. رابع حاجة: لو بقي المسيح على الأرض ولم يصعد لكان إيماننا بالمسيح إيمانا حسيا. يوحنا 20 من عدد 26 ل29 بيقول المسيح لتوما، بيقول له: لأنك رأيتني يا توما آمنت. يعني أنت آمنت لما شفتني، إذن طوبى للذين آمنوا ولم يروا. دول مين يا رب؟
دول ناس الهند اللي هتروح لهم يا توما، اللي انت هتبشرهم دول هيصدقوا ان انا امنت لما انت تقول لهم، في حين ان 10 تلاميذ قالوا لك ان انا امنت وانت ما صدقتش. دول ناس مصر اللي هيشوفوا ويقولوا خريستوس انيستي 50 يوم وما شافونيش وانا بقوم، لكن القديس مرقس ده قال لهم الخبر، احنا امنا بالمسيح ايمان غير حسي، معتمدين على رؤية عيون غير عيوننا. عشان كده يوحنا يقول الذي رأيناه، الذي سمعناه، الذي لمسناه. نقول له انت اللي رأيت، انت اللي سمعت، لكن عشان احنا مصدقينك احنا نعتبر شفنا المسيح قائم بعين يوحنا وأذن مرقس وأنامل توما. فطوبى للذين آمنوا ولم يروا. في عبرانيين 8:4 بيقول معلمنا القديس بولس، لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظله. الإيمان بالمحسوسات هل له من طوبة؟ ما كانش المسيح قال طوبة لمن آمن دون أن يرى، لأنك رأيتني آمنت، طوبة للذين لم يروا وآمنوا. في يوحنا 4:48 رب المجد بيقول، أنا عارفكم لم تؤمنوا حتى تروا آيات وعجائب. في متى 12:39 يقول لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية. في متى 13:58 يقول لم يصنع هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم. هيرودس الملك في لوقا 23:8-10 حب من المسيح ان هو يعمل له معجزة والمسيح رفضه. ده يمكن لو المسيح عمل حتة معجزة، يعني مثلا الملك عنده واحد اعور شفى له عينيه، عيل صغير اخرس وبيتهته شفى له بقه، واحد من ضمن اللي بيستجوبوه سمع وطيل شوية شفى له ودانه، بس كانت دي تبقى مدعاة لان هيرودس يطلقه، وبعد ما يطلقه يطلع يجري على الجليل، ما حدش هيقول له اصلبه اصلبه، لكن رب المجد ما رضاش يعمل كده، وما خلاش ان الايمان يبقى ايمان بالحسي، فيبقى الايمان بالخبر، والخبر بكلمة الله. قديس مرقس الرسول عافانا من ان نذهب الى اورشليم كي نرى المسيح ونسمعه، فنقلنا المسيح إلى ديارنا المصرية، وهكذا قل عن باقي التلاميذ. خامس حاجة، لو بقي المسيح على الأرض لصار ملكوته ملكوتا روحيا. تخيل 2000 سنة المسيح موجود، هنسيبه ونيجي نعيش في أمريكا؟ هنسيبه ونيجي نعيش في أستراليا؟ مش ممكن. هنبني خيامنا بجوار خيمته ونعشعش حواليه. ده الناس بتعمل كده مع الكنائس، يعني في امريكا هنا في مرة ناس بيقولولي على بناء كنيسة، قلت لهم ما بيحصلش ان احنا نشتري حمام وبعدين نبني له البرج، لو بنينا البرج هيلم الحمام. أول ما تبنى كنيسة في بلدة ويبقى حوالين الكنيسة 20 أسرة ولا 25 أسرة مسافة سنوات، 25 أسرة يبقوا 200 أسرة. ليه؟ لأن البرج اتبنى فالحمام جه يعشعش حوالين البرج. يبقى هنا لما بنقول إن المسيح صعد إلى السماء
علشان يخلي الملكوت بتاعه ملكوت سماوي. في يوحنا 18 عدد 36 بيلاطس بيسأله بيقول له أنت إذا ملك؟ المسيح ما قال له أنا ما أصدقش، أنتوا ليه بس فهمتوني غلط؟ ده ما كانش قصدي، أنتوا كده بتاخدوا راس القبة وبتطيروا. لكن المسيح قال له أنت قلت إني ملك، ولكن مملكتي ليست من هذا العالم. في إنجيل يوحنا أيضا لما رأى يسوع أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، ترك اليهودية وانصرف. في أصح 6 نبص نلاقي بقى أن رب المجد رفض أن يكون له الملك الأرضي. طب هل كان ممكن يعيش من غير صعود وتكون النتيجة أن رب المجد لا يؤسس ملكوتا أرضيا؟ وما يشوق القلوب ناحية الملكوت السماوي ازاي؟ سادس حاجة، لو لم يصعد المسيح لما حل روح الله القدوس؟ أناجيل الباراقليط هي 14 15 16 من إنجيل معلمنا يوحنا. أقتبس منها الجملة الآتية: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. كل الكلام عن الروح القدس في الثلاثة أناجيل دول 14 15 16 بيتكلم على إن إرسال الروح القدس مقترن بصعود السيد المسيح إلى السماء. وهنا نقول للذين ينادون بعقيدة الفيلوكيا أو انبثاق الروح القدس من الآب والابن: الإرسال زمني والانبثاق أزلي. الإرسال الروح القدس ده زمني مقترن بصعود المسيح إلى السماء، لكن انبثاق الروح القدس زي ما بنقول عن الابن مولود من الاب قبل كل الدهور، نقول عن الروح القدس منبثق من الاب قبل كل الدهور. والكلام ده جه في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 5 عدد 26. سابع حاجة، لو لم يصعد المسيح لما اعد لنا المكان؟ يوحنا 14 2 انا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت لكم المكان آتي وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ترى ما هو هذا المكان؟ الملكوت. ده قال لنا عن الملكوت الموضع المعد لكم منذ تأسيس العالم. يا ترى المكان ده مكان مادي زي ما خلق الجبال والأنهار والبحار والبحيرات والمحيطات؟ في لحظة في طرف عين كان ممكن خلص منه، في لحظة في طرف عين. يبقى اعداد المكان يبقى مش ممكن يكون مكان، لكن جايز يكون مكانه افضل من ان يكون مكانا، منزلة افضل من ان يكون منزلة. وكقول رب المجد: في بيت أبي منازل كثيرة. وكلمة منازل ممكن تبقى جمع منزلة أكتر من جمع كلمة منزل. يبقى نقدر نقول كده أن السيد المسيح صعد، ولما قال في أفسس أقمنا وأجلسنا يبقى أصعدنا معه أيضا، زي ما قال القديس غريغوريوس: أصعدت بكورتي إلى السماء. وبكده نكون اتكلمنا 6 حلقات عن قضية وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.